اخي مصدر جي اقنعكم انه عندي اسوأ حظ ما بين كل اليوتيوبر. نعم يا شباب، وخليني اشرحكم بالتفصيل وبالتدقيق كيف انا حظي سيء. اوكي شوفوا يا شباب، عندي 110 جوائز. اوكي متفاهمين بس وين الحظ السيء؟ اوكي شوي راح اشرح لكم انا ليش اعاني من فري فاير، ليش انا دايما اعاني عن جد. اوكي يا اساطير، لو رحنا الحين للاحداث وافضل عروض وخارج قانون المحيط راح نلاقي فرصه للفوز بتصريح بويا باس 10 جواهر فقط. اوكي وهون راح يبدا الكلام الجد، راح نضغط عليها وراح يروح. شوف لسه المشكله في الانترنت لسه. اوكي خلي ثاني مره. اوكي ايوه في صندوق ب10 جوائر، تقدر اذا لفيت عليه تجيب هذا الصندوق. تمام كل شيء حلو مزيان متفاهمين فيه. يلا الحين لنبحث. اوكي يا سطير هيو الحين دخلنا لليوتيوب راح نشوف كتبت البويا باس ب10 جوائر. اوكي اسهل من هيك ما فيش. اوكي اول مقطع طلع لنا مقطع زين. اوكي يلا نفوت لمقطع زين ونشوف زين كم من جوهره جابه. اوكي يا سطير هيو مقطع زين يلا بينا نسكور. طيب. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم لعيون اي متابع، اعمل زر اللايك، اعمل زر اللايك عشان اكون حظك معك. طبعا والله اسمع عامر زر لايك عشان يكون حظكم. ايوه لايك يا زين، ايوه لايك، اتمنى انه يكون حظي زي حظك بس مش عارف. لحظه وين ثاني قبل ما كلش راح اشيل اللايك وارجع له كمان لمن يجيبها اشوف كم من جوهر طلع عشان يكون حظنا زي حظه اذا حطيت اللايك. فثواني اذا طلع حظه جيد راح اعمل زر لايك واروح اجرب. اوكي المهم 10 لايكات. بسم الله الرحمن الرحيم. أوكي. بسم الله بسم الله بسم الله. اوكي حظي زين. بدك لايك؟ اوكي هذا كمان ضحك على حالي وانا عارفه. شوفوا انا حظي ب10 مقاطع بيجي زباله وبعدين ب10 مقاطع بيجي كويس، فعادي يعني ممكن اساعد حظي يكون زباله. احنا حطينا 10 جوهر ما حصلنا عليه صح؟ طيب سعر البوياباس هو 300 جوهر صح؟ انا بالعاده بتعرفوني بشحنه لما يكون مشحون 50 ليفل، فراح نتورط شوي راح نحط الساعه. ايش تتورط عندك؟ هيك مع بعض عندك 19000 جوهر يقول لك نتورط. يا عمي انا لو عندي 19 جوهر ما بروح هذه الصناديق تبع بعض 100 جوهره. تمام هل ممكن يا ترى يعطونا اياه ب 100 جوهره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله اعطونا اياه قسما بالله اعطونا اياه يا اخوان، حصلنا على البويا. مبروك اخوي زين 100 جوهره. اوكي انا عندي 110 جوهره وجابوا 110 جوهره. اوكي يلا يستحق اللايك لانه يعني مطمن. تمام اوكي وننتقل لبعده. اوكي يا اساطير هذا الشخص راح يجرب يلف على البويا باس ب 10 صناديق. اوكي يلا نشوفه. جربوا شوفوا حظ اوكي ما فيها باس. ممكن ان شاء الله. قارينا 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 اش دخل قارينا انت حظك هذا يتسمى الاخوان قارينا اللي دارت لنا نخذها. نجربوا 10 اخرين. 10 اخرين 10 اخرين هذه سيئه حبيبي هذه سيئه. 10 اخرين فرصه اخرى يا شباب نعطوها فرصه اخرى. يلا يا قارينا يلا يا قارينا اعطي اخوان ما نفتحوهمش من هنايا نحاولوا نفتحوهم من الخدمه. ليش تطول في المقطع يا اخي ليش؟ اوكي يلا ايوه راح يفتحهم من جديد. 5 يلا يا رب يطلع لك وخلصنا. والله هذه ما كاينش منها الاخوان هذه غير قارينا راه ديرنا في الخدعه. قارينا ديرنا في الخدعه راه ديرنا في الخدعه. هذا المسكين بدا يش والله اختي دخلت تعطي بشكوته يا شباب. هذه ناكلها لما نحتفل بالبويا باس. اوكي يا شباب هذا قال لك قارينا ديرنا في الخدعه. هذا بدا يشك انه قارينا تنصب عليه. اوكي شباب اخر واحد راح نشوفوه للحين هو شديدي. اوكي لانه شفت كثير يوتيوبرز احس حالي الوضع بيطمن الوضع ما يطمن. تمام بس الحلو في الموضوع في اللي جابها في اكثر من 100 جوهره في اللي جابها اقل من 100 جوهره، فاتمنى اني اكون من النصف الثاني اللي جابها اقل من 100 جوهره. اوكي يا شباب يلا بينا خلينا نشوف شديدي ايش سوى. يلا مجانا 100% مجانا 100%. اوكي يلا هذا اول وحده. اوه يا شباب هذا اول شخص اشوفه يجيبها ب10 جوائز. اوكي شديدي انت رجعت في الامل. اوكي وات ذا فاك شوف يا حبيبي انت تجيب بويا باس ب10 جوائز تقول وات ذا فاك يا قلبي. انا لو اجيب بويا باس ب10 اروح اصلي الحين اروح احمد ربي الحمد لله. اوكي يا شباب اوكي بديت اتشجع شوي. اوكي الحين راح اروح اجرب انا شخصيا. اوكي يا شباب والله بحس حالي الهذا والله يا شباب احس يعني بالتنفس الاصطناعي. عارفين ايش هذه ايش مزلشه هذه ايش يا شباب؟ لقيت حافله باللعبه اللي فاهم يفهمني. اوكي يا شباب والله لو اشتري هذه احسن. هاي لا يا شباب والله كل حماس خلنا بالهذي يا اخي والله بحس بالتنفس مو طبيعي. اوكي يا رب اعطيني حظ زي شديدي وان خذلتني الايام اعطيني حظ زي زين وان لم تكن هذه او هذه اعطيني بيناتهم. اوكي
اخرب بيتك. اوكي اوكي قالي انا احبك. كنا نحتفل بالبسكوت اللي اعطتها لي اختي. يا شباب تقريبا جبت هذه الملونه كثير. ويني 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 وين كيف كيف اروح نسيت شباب كيف ادخل لفوت الفاير باس. اوكي شباب نسيت كيف افوت للبويا باس. شباب بدي اشوف البويا باس انا اللي فتحته كيف اشوفها. ثواني اوكي هاي دخلت لها مش عارف كيف دخلت لها من الاحداث والله نسيت كيف بس يلا الحين هيا فوتوني يا اخي هيا الفاير باس هيا فتحت. انقر للتخطي البريميوم انا جدني اقوى وحده اللي مفتوح 5 مرات يخرب بيتك يا جاري شكرا لك. اللي انا طبعا يا شباب مو زي كل اليوتيوبرز اللي ياخذون اي فاير باس ويجربوها لان يا اخي طيب هم جابوها وراحوا اشتروا نقاط تمام انا جايبه ب 20 جوهره اكثر من هيك ايش انا لما شفت زين اوكي اطمنت لانه زين جابها ب 110 تمام بعدين شفت باقي اليوتيوبرز كل ضيعوا لي الامل في اللي جابها حتى ب 500 جوهر طيب لما رحت لقيت شديدي جايبها ب 10 جوهر قلت خلاص الحمد لله تقريبا هذه فرصتي ونعم يا شباب جبتها ب 20 جوهر طيب يا شباب ظلوا عندنا 93 جوهره يعني خلينا نلف هون لفه بسيطه يعني عادي يعني انا جبت البايا بوس الحين ما عنديش من ايش اخاف اكيد ما راح يطلع لي شيء اوكي عادي ايش هذه ايش هذه تهانينا على ايش تهانينا اوكي ولفه هون وخلي الباقي يروح اوكي خلي راح افضل 5 ما راح يطلع لي شيء اوكي يا شباب الحين راح اسوي اشي بما انه ما عنديش خليني اخذ سكين البنت هذا واروح اجربه لاني ما قدرش اني اصرف واجيب سكين الولد هيو اعطونا المزة هيو اعطونا الحب يا شباب هذه ما بديش كان شباب فكرة براسي اني اظل طول حياتي العب بسكين ليلى بشخصية ليلى الحلوة بس يا شباب حبيت اني استحفظ بها لحالي ويو شوفوا اي اشي تلبسوا هذه يطلع عليها جميل اوكي يا شباب بس يلا بينا ليتس جو جيم رانكد ويلا بينا اي 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 الضحكة وسكين البويا باص اللي جايبه ب 20 جوهرة يا رب ارزقني بكثير جوهرة عشان اشتري سكين ب 10000 جوهرة والبسه لليلى الله البينج الله طيب ايش سوينا في الانترنت شباب رح نظل طول حياتنا في اللوبي ولا كيف ويلي هي فوتتنا يا شباب باتل رويال من فوق البيك قالت اوكي يا شباب بما انه حظنا زفت رح ننزل هون فوق الكلوك تاور اوكي شباب يلا بينا ننزل الكلوك تاور اقل اشي بما انه حسيته مكان فارغ تمام وهي انا شباب لساتني في الفضاء ولساتي ما نزلتش باقي 29 واحد اوكي لين نجرب السكين الجميل يا شباب الحمد لله شباب لو كانت هذه اسوأ بويا باس لاظل اتذكرها لاخر عمري لانها جايبه ب 10 جواهر يا شباب يعني الذكريات الحلوه هيك بتكون انت جايبه بافقر الاموال والله يا شباب ما انتم مش عارفين ايش الفرحه اللي فرحتها يا شباب على طول يا شباب تفكرت ان اختي اعطتني البسكوتة حبيت احتفل بها والله ويلي يا شباب ظل 13 يا شباب بالجيم يا الله كم هو جيم حلو وجميل وبسيط والذبانة تلف فوقي يا شباب انا مش عارف هذا شوف يا شباب لساتي والله شوي وامسك يا شباب لو امسك ثواني شباب راح اعمل حالي اني العب تمام وتيجي الذبانة وانا اصطاد اصبر بس اني احط ايدي هيك عشان اكون اوكي ليش ما جات الحين؟ اوكي شباب شكله في واحد يشحن الدروب اوكي موضوعك يا ذبانة بعد شوي تمام اوكي في واحد يشحن الدروب اني جايك يا قلبي اني جايك شوف شباب لما رجعت العب هيك كيف طلعت هي والله لمسك والله انت راح تكون لي اول كيل قبل هذا اطلق درون الكلب على باله راح يصطادني اوكي اعطيته هيت شوتات يا شباب اعطيته هيت شوتات لازم اروح له شكله عنده درع ليفل 4 وخذها ليفل 3 وانا يا شباب ما عنديش منهم بس عندي درع ليفل 2 وخذها ليفل 2 وهيك راح اجلده غصبا عنه لا اي يا اخي يا قلبي يخرب بيتك يا ناتن كله من الذبانه يا شباب كله من الذبانه ازعجت جدي A few moments later.
اولي انا مسكته يا شباب لنحتفل كمان. لا امزح معكم. طيب يا شباب هذه عذبتني جيم كامل. انا ايش اسوي بك؟ لو اطلق سراحك راح تزعجيني مره ثانيه. لو اقتلك يعني مو بكل سهوله اني انك تعذبيني وتموتين. خلاص انا اعذبها او لا خلاص ما بعذبش. يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء. راح ارميها لبرا وارجع اصلا. والله يا شباب لما رميتها رجعت طارت. لما المشكله لما مسكتها ما ماتتش يا اخي. شفت يا شباب كالخان الرحيم والله ارحم الراحمين. اوكي يا شباب يلا بينا ننزل بالمساك. انا يا شباب شايفيني مبسوط وفرحان وكلش عشان جبت البيض بس ب 20 جوهر. اوكي يا شباب اول شيء شباب ثقه في النفس. الثقه بالله نجاح. اوكي سانجح في ذا الجيم واجيب كيلات. لا 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 اسمع 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 بني ني نيو بيو 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 بني ني نيو بيو 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 بام بيو بي بي بيو بي 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 بيو بيو بي بي بيو بي 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 بيو 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 بيو. واللي مكان مليان يا شباب هذه الحركات عشان اخفف التوتر فاهمين كيف. اوكي شباب في شخص فايت هون. ايش اخضر سرقنا كيل. اوكي يا اساطير العزاء هيا هو كان مقطعنا اليوم اللي انبسطت فيه اللي فرحت فيه فاهمين كيف. وانا فرحان يا شباب كمان انتو بدي اياكم تفرحوني اكثر واكثر. لذا يا شباب لا تنسوا تحطوا زر لايك تشتركوا في القناة. كنتم مع اكبر محظوظ ملتقانا بالمقطع الجاي. دمتم في رعاية الله. سلام عليكم.